اختبار صعب جاء مبكرا يخوضه المنتخب السعودي أمام اليابان بدور 16 لكأس آسيا بعد أن حل وصيفا للمجموعة الخامسة، بينما تصدرت اليابان مجموعتها السادسة. تاريخيا التقى المنتخبان في 13 مناسبة سابقة، الأخضر تفوق في 4 لقاءات وفاز الساموراي في 8، وحضر التعادل السلبي في لقاء واحد كان هو الأول بينهما بتصفيات كأس العالم عام 1994. وعن الأهداف، فالمنتخب السعودي سجل 12 هدفاً في مرمى الكمبيوتر الياباني، بينما استقبلت شباكه 22 هدفاً. فهل سيتحدى الأخضر السعودي التاريخ ويقهر الساموراي؟